الحمد لله كما ذكرت لا يوجد أي إصابات مطلوبة بالحج، وهناك متابعة دقيقة. كل 100 حاج يوجد معهم ممارس صحي يتابعهم عن قرب ويضمن تطبيق الاحترازات. الوضع يتابع باستمرار، وإذا ضمننا أنه سوف يكون إن شاء الله سيطرة كاملة وضمان سلام الحجاج التي هي أولوية للمملكة وقيادتها، ممكن يرجع الحج في المستقبل إن شاء الله بالكامل إذا تحقق السيطرة على مستوى العالم على المرض.